السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأقوم اليوم بالتكملة على زميلاتي بالتحدث عن موقع لصنع الاستبيان وهو موقع SurveyMonkey. في الفيديوهات السابقة قمنا بشرح عن كيفية عمل الاستبيان، واليوم سأقوم بالشرح عن كيف ممكن أن ننشر الاستبيان بعدما قمنا بالعمل به. أولا نقوم بتسجيل الدخول، ثم تظهر لنا هذه الصفحة. نقوم بالضغط على الاستبيان الذي نريد أن ننشره. هذا جدول فيه الاستبيانات التي قمنا بالعمل بها، وهنا مثال على ذلك استبيان عنوانه هيلث كير. فإذا أردت أن أنشر هذا الاستبيان أضغط عليه، ثم تفتح لنا هذه الصفحة. هذا عنوان الاستبيان. هنا في عدة خيارات. أول خيار هو تلخيص الإجابات على الاستبيان، لكننا نريد أن ننشره، فنضغط على Collect Responses، وهي تعني تجميع الحلول أو الردود، أو من خلالها ممكن أن نأخذ لينك لنشر الاستبيان. عقب ما ضغطنا على Collect Responses تظهر لنا هذه الصفحة بها جدول. في هذا الجدول يوجد لينك الاستبيان، وأسفل الجدول توجد طرق لنشر الاستبيان أخرى غير اللينك، مثلا الإيميل هنا أو الفيسبوك، وهنا اللينك نفسه نأخذه، ممكن من هنا نأخذه أو من هنا نضغط من الجدول. تفتح لنا هذه الصفحة. هنا مكتوب ممكن أن نكتب اسم هيئة أو مؤسسة تمثل الاستبيان، وأسفل هذا السؤال يوجد اللينك أو الرابط الذي ممكن أن ننشر منه الاستبيان. نحدد الرابط ثم نضغط بالفأرة على الزر الأيمن، ثم نضغط كوبي لنسخ الرابط، ثم نذهب إلى وسائل الاتصال مثل الإيميل أو الواتساب أو الفيسبوك، ونقوم بعمل لصق، ثم نضغط على إرسال، وبذلك يمكننا أن ننشر الاستبيان. لننظر إلى هذه الخيارات التي ممكن أن نعدلها الخاصة بالاستبيان، وأول خيار هو Multiple Response. في هذا الخيار Multiple Response ممكن أن نسمح للأشخاص أن يجيبوا على الاستبيان في نفس الجهاز أكثر من مرة، أو لا نسمح لهم بالإجابة أكثر من مرة بنفس الجهاز. إذا أردنا أن نسمح لهم بالإجابة أكثر من مرة بنفس الجهاز، يعني جهاز الهاتف أو الكمبيوتر، نضغط على On، وإذا لم نريد لهم أن يجيبوا أكثر من مرة نضغط على Off. نذهب إلى خيار Response Editing، نضغط عليه. في هذا الخيار ممكن أن نسمح للأشخاص أن يعدلوا على إجابتهم في الاستبيان، أو لا يمكن أن نسمح لهم بتعديلها. ففي الخيار الأول ممكن أن يعدل الأشخاص إجابتهم قبل ما يضغطوا على إنهاء، أو قبل ما يقوموا بتقديم الإجابات. وفي الخيار الثاني ممكن أن يعدل الأشخاص على إجابتهم بعدما قاموا بإنهاء الاستبيان، وذلك بالرجوع إليه مرة أخرى. وفي الخيار الأخير وهو Off لا يمكن لهم التعديل على الاستبيان. ننتقل إلى هذا الخيار وهو Anonymous Response. يوجد به خيارين. أول خيار يقول أن هل تريد أن يكون عنوان الجهاز الأشخاص الذين يقوموا بالإجابة على الاستبيان مجهول، أو أنك تريد معرفة الـ IP address أو عنوان أجهزتهم. أنا لا أريد أن أعرف عناوينهم، فأضغط على On.
والآن سوف أنتقل إلى خيار Instant Results. وفي خيار Instant Results ممكن مشاركة بنتائج التي تظهر أو تكتب للاستبيان عندما ينتهي الأشخاص من كتابة الاستبيان. ممكن أني أشاركهم في النتائج بصورة ملخصة. وهنا في خيار باللون الأزرق وهو Show Advanced Options، أضغط على هذا الخيار. في تظهر عدة خيارات أخرى التي تكون في اللون الأصفر، لا يمكن القيام بها إلا بعدما أشتري النسخة المدفوعة. وهنا في هذه الخيارات ممكن أن أعدل عليها دون شراء النسخة المدفوعة. CCL هو هذا الخيار متعلق بالأمن للموقع. إذا أردت أن أفعله أضغط على On، وإذا لم أرد ذلك أضغط على Off. ننتقل إلى الخيار الذي يلي وهو Cut Off Date and Time، وبه ممكن أن أوقف الإجابة على الاستبيان في يوم مخصص أو أجعل لا يوجد هناك أي يوم مخصص لإيقاف الاستبيان. إذا أردت أن أوقف الإجابة عنه في يوم مخصص أضغط على On، وإذا لم أرد أضغط على Off. فمثلا أريد أن أوقف الاستبيان في تاريخ معين، مثلا هنا التاريخ Date، أضغط عليه مثلا تاريخ 15، وهنا الوقت الذي سوف يوقف به استلام أي أجوبة، مثلا الساعة، هنا الساعة، مثلا الساعة 6:30 مساء. وهكذا سوف يقوم بإيقاف استلام أي أجوبة في هذا التاريخ وهذا الوقت. والآن سوف أنتقل إلى الخيار التالي وهو Response Limits، وهو به ممكن أن أجعل ليميت محدد أو كمية محددة لعدد الاستبيانات التي أريد أن يجاوبوا عليها. مثلا أضغط على On لأفعل العدد أو أخصص عدد معين، وأكتب مثلا أريد أن أوقف الاستبيان بعد استلام مثلا 10 أجوبة إجابات من أشخاص، أو مثلا 15، هنا أكتب العدد وأضغط هنا بالفأرة، فسيكون العدد المخصص للإجابة والمحدد هو 15. وإذا لم أريد عدد معين، يعني يكون إجابة على الاستبيان استمرارية، أضغط على Off. الآن سوف أنتقل إلى خيار IP Restrictions، قم بالضغط عليه. وفي هذا الخيار ممكن أن أسمح لأشخاص معينين أو محددين للإجابة على الاستبيان، أو ممكن أن لا أسمح لأشخاص معينين بالإجابة على الاستبيان، وذلك بأخذ IP أدرسهم وكتابته هنا في الخيار الأول لأمنع بعض الأشخاص. الخيار الأول متعلق ببلوكينج، يعني منع الأجهزة أو أي أشخاص معينين، فأخذ IP أدرسهم أكتبه في هذه الخانة أيا كان الـ IP الأدرس. وفي الخانة الثانية تكتب عناوين أو IP addresses لأجهزة الأشخاص الذين أريد هم أن يجيبون عن الاستبيان. وإذا لم أريد أن أخصص أي شخص معين أو أمنع أي شخص من كتابة الاستبيان، أضغط على Off. ننتقل إلى الخيار الأخير الذي يمكن أن أغيره، وهو Password Protections، وهو وضع كلمة مرور ممكن أن الأشخاص يكتبونها للإجابة على الاستبيان، ودونها لا يمكن الإجابة على الاستبيان. نضغط على Password Protection ثم نضغط على On لوضع كلمة المرور. هنا نكتب الكلمة التي نريد أن تكون الكلمة المخصصة للإجابة، وهي كلمة المرور والPassword. نضع أي كلمة مرور ونحفظها
ثم نقدمها للأشخاص الذين نريدهم الإجابة على الاستبيان. وهنا يكون عنوان لكتابة الكلمة، مثلا أكتب فيه write the code، أو مثلا write the secret code، وتعني اكتب الكلمة أو الكود السر. وأسفل هنا submit button label، كتابة عنوان للنقر عليه بعد كتابة كلمة المرور، مثلا entered the code. وأسفل هنا ممكن كتابة أي تعليق أو مسج به أخبرهم أن يكتبوا الكود، مثلا this server requires a code، هذا الاستبيان يحتاج إلى كلمة مرور. فإذا أردت أن أغير عليه أغير التعليق، مثلا أكتب هنا في العربي أكتب كلمة المرور كمثال. وهنا أسفل ممكن كتابة تعليق يظهر عندما يخطئ الشخص بإدخال كلمة المرور، مثلا ممكن أن أغيره لحظة سوف أقوم بمسح هذا لا أريد كتابته. وهنا ممكن أغيره أكتب مثلا أخطأ أو مثلا خطأ في إدخال كلمة المرور. وبذلك قمنا بعمل كلمة مرور للاستبيان. وإذا لا أريد أي كلمة أو باسورد للإجابة على الاستبيان أضغط على أوف، والآن سوف أقوم بالتكلم عن نتائج الاستبيان بصورة مبسطة والذهاب إلى نتائج الاستبيان بعدما نشرنا. نضغط على هنا فوق Analyze Results. في Analyze Results تظهر لنا ملخص نتائج الاستبيان. هنا أيقونات، هذه الأيقونة لا يمكن استعمالها إلا بعد اشتراك، فممكن استعمال هذه الأيقونتين. وأول واحدة هي Question Summaries. Questions Summaries هو تلخيص إجابات أو نتائج الاستبيان بصورة شكل رسم بياني، وهنا نرى شكل بياني يمثل إجابة على السؤال الأول وهو كان What is your gender؟ نرى أن إجابة كانت بنسبة 54.55% إناث، وكان عددهم 6، وهنا 5 ذكور وكانت نسبتهم بالمائة 45.45%. وممكن تغيير شكل الرسم البياني إذا ضغطنا على Customize. وفي Chart Type ممكن تغيير الشكل هكذا، إذا أردته مثلا دائري يكون هذا. ثم نقوم بالضغط على Save لحفظ التغيير. وأيضا يوجد في خانة Customize ممكن نغير ظهور النسب، مثلا في Display Options نضغط عليها لظهور النسب على الرسم، إذا أردنا ذلك نضغط على Data in Charts. وإذا أردنا نسب المينيمم والماكسيمم للنسب المئوية نضغط على Basic Statics فتظهر أسفل الجدول. يتبع الفيديو بإذن الله. سوف أتكلم به عن Individual Responses وعن الأبجريدات اللي ممكن نعملها للبرنامج، وشكراً.